وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان النبوي. البيان النبوي الدرس 63 بعد 200. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون. هذا عنوان الحديث الشريف الذي سأشرحه اليوم في برنامجكم اليومي الممتع الشيق البيان النبوي. ونحن عندنا في قنوات الفتح مجموعة برامج تخصصي عاكفة على خدمة السنة النبوية حصريا، ومنها هذا البرنامج البيان النبوي، وبرنامج الدفاع عن السنة، وبرنامج اعرف نبيك، وبرنامج قصة حديث، وبرنامج الأحداث في ميزان السنة، وبرنامج في معية الحبيب صلى الله عليه وسلم، والروضات الحديثية لتعلم وتعليم السنة النبوية. وكذلك من البرامج التخصصية في السنة عندنا في قنوات الفتح برنامج المدارسة الحديثية. أيها السادة الكرام الكمل، هيا بنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي معنا معشر الأكارم هو باب المناقب كما يقول الإمام البخاري، يعني صنف هذا الحديث الشريف في باب المناقب، وفي باب علامات النبوة في الإسلام. وطبيعة الحال المناقب يعني مناقب النبي نفسه، مناقب النبي أنه أخبر عن علامات للساعة ستظهر وقد ظهرت. لقد ظهر الكذابون في عهد سيدنا محمد نفسه، ومنهم ابن صياد الذي يزعم أنه المسيح الدجال، ثم ظهر مسيلمة الكذاب الذي زعم أنه رسول الله، ثم كبر الموضوع في ذهنه فزعم أنه الله، وظهر مع مسيلمة الكذاب بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى دجالون كثيرون يزعمون النبوة. والدجال هو المدعي بالباطل، دجال
دجل يعني باطل يعني أبطل. الدجل 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 يعني الباطل. دجل فلان بالحق يعني أدخل الحق في الباطل يعني غطاه. وظهر الكذابون بعد انتقال سيدنا صلى الله عليه وسلم ليس فقط في الجزيرة العربية للسعودية حاليا، ولكن ظهروا في اليمن كثيرون، وظهروا في الشام كثيرون، وهذه أكثر المناطق التي ابتليت بهؤلاء. وللأسف كان هناك دجالات من النساء، وللأسف أيضا تزوج الدجالون مع الدجالون كما حدث في قصة مالك ابن نويرة. وهذا موضوع تكلم عنه الإمام الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك، وتحدث عنه الإمام ابن كثير في كتابه القيم البداية والنهاية، وتحدث عنه الإمام ابن الأثير في كتاب أسد الغابة، وتحدث عنه الإمام ابن عماد الحنبلي في كتاب شزرات الذهب في أخبار من ذهب. الكتب الإسلامية والمقريزي وغيرهم تكلموا في هذا الموضوع بالتفصيل، خاصة في حروب الردة ومناقب سيدنا الصديق. مناقب سيدنا الصديق أيها السادة الكرام، من مناقب الصديق أنه ظل 16 لا يهدأ له بال حتى رد المرتدين إلى الإسلام أو قتله أو فروا خارج الجزيرة العربية، حتى قال عن نفسه في هذه الفترة العصيبة: والله ما نمت فحلمت. كلام الصديق رضي الله عنه: ولا توهمت فسهوت، وإني يعني سيدنا الصديق وإني على الصراط ما زلت. سيدنا الصديق كان متحمسا لهؤلاء المجرمين المرتدين، وكانوا قسمين: منهم من ارتد عن الإسلام كلية وقالوا مات الإسلام عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من منع الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وشرح صدر سيدنا عمر والصحابة لهذا. الدجالون تكاثروا في هذه الفترة، ولكن لا زال الدجالون ومدعوا النبوة يظهرون في العالم، ليس فقط في بلاد الإسلام ولكن في الدنيا كلها، من ثقافات أخرى وشيع أخرى وطوائف أخرى، كلهم يزعم أنه نبي أو مطلع على الغيب. وهذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، وقد اكتفيت بشرح الحديث، والحديث خلفه أسرار وأنوار لو طال بنا الزمان لبحرنا معها إبحارا وشربنا منها شرابا لذيذا حلوا طيب المذاق. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.